مشاهدي ومتتبعي موقع اميرو 24 نرحب بكم اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن. نتواجد بفضاء خيمتنا بمونتخوي ضواحي باريس عند محمد ريصاني اللي استضف يعني فنان كبير جانا من المغرب، فنان كوميدي معروف عند المغاربه الا وهو محمد عاطر. سي محمد عاطر مرحبا بك. مرحبا وتحية ليك وشكرا على التقديم وشكرا لك، شكرا للكاميرامان ديالنا وشكرا لكم كاملين. ولي الشرف انني نكون في هاد في مونتروي وفي هاد الخيمه الجميله جدا اللي كتجمع المغاربه والعرب كاملين. نعم سي محمد عاطر، يعني حبذا لو انك تحدثنا يعني بدايه المشوار ديالك الفني وخصوصا يعني الفكاهه، وانك خصوصا انك كنت معروف مع يعني ثنائي الهبل. اذا ناوي تبات هنا؟ انبات ومرحبا. نعيط الجمهور يطلع يتفرج فينا. مرحبا. والبدايه هي بدايه كل الفكاهيين اللي انا من الجيل ديالهم، بدءا بالابتدائي كتبدا الشرارات الاولى في القسم، شويه الشغب الطفولي، شويه من ليزاكتيفيتي اللي كيكونوا في الابتدائي. من وراء الابتدائي كيجي الكوليج كيبداو الانشطه ديال عيد العرش انذاك. من وراء الانشطه ديال عيد العرش كتبان موهبتك في الكوليج، شويه كتولي دار شباب، شويه كيولي الليسي كتولي دار شباب الجمعيات وداكشي. فانا كنت في جمعيه ديال المسرح الهوات وشاركنا في مسرح الهوات. هذيك الساعه كنت كندير المسرح قبل ان تجي الموجه ديال 87 مع سباق المدن غيوليو الثنائيات. ما ساعدناش الحظ اننا نكونوا حنايا كنا تابعين لعماله بن مسيك، وحنا ولاد الحي المحمدي، ولكن التحقنا بسيدي مومن اللي ولا تابعين ترابيا لبن مسيك. بن مسيك ما احتضناش سباق المدن وما كانش لنا شرف اننا نشاركوا فيه. من وراها ولينا كنديروا الاشرطه ديال السمعيه اللي كان عندها جمهور كبير وكبير جدا. انا ذاك احنا بدينا مع ثنائيات اللي هي بقات محفوره في ذاكره المغاربه كلشي، لان كانت الساحه عج بالفطاحله ديال الفكاهه انذاك. ودرنا موطئ قدم بيناتهم حتى حنا لا في التجربه ديال الثنائي، هذيك الساعه الثنائي الهبال، الثنائي ماجوك عاطر، وفي الاخر الثنائي الهبال دوزات يعني العمر ديال 12 سنه. من وراء 12 سنه يعني اجهضت تلك التجربه وكل واحد خاد المسار ديالو لوحده. وحاليا انا اشتغل لوحدي ومنذ 2001 الى اليوم، يعني 18 سنه دابا وانا اشتغل بمفردي. نعم يعني السي محمد عاطر حاصل على الاجازه في الادب العربي، وهذا المسار الدراسي في 94 95 كنت درت البحث ديالي ديال الاجازه في الخط العربي، ومن المواهب ديالي اللي هي الخط العربي من الكليه ديال المسيك. يعني الادب العربي ومتتبع يعني الشان الرياضي، محب للطاس، الاتحاد البيضاوي، يعني ما كانش يوم احد ما كتكونش في ملعب الزاولي في كازا. لا ما دابا انت حركت المواجع. بالنسبه لي انا ما وقع لهذا الفريق المعلمه هو اساءه وسبه بالنسبه للحي المحمدي اللي هو معقل المواهب لا في الفن ولا في الرياضه. فعيب عيب كل العيب ان هذا الفريق العتيد يوقع ليه هذا الشيء المؤسف اللي ما كنبغيه لتفرقه. وبالمناسبه الوضع الاجتماعي اللي كيعيش فيه كتعيش فيه الاسره ديال العربي الزاولي، اتمنى صادقا ان القيمين على الشان الرياضي وفي الجامعه ياخذوا بعين الاعتبار ويردوا الاعتبار لعائلة الزاولي، ويردوا الاعتبار الفريق الناس ديالو، يرجعوه للموقع ولا القسم اللي هو خاصو يكون فيه اللي هو القسم الوطني الاول. سي محمد عاطر كنعتبرك يعني من بين اهرام الكوميديا المغربيه، كيفاش كتشوف يعني الكوميديا المغربيه دابا في الوقت الراهن؟ اولا انا لست من الاهرام، انا اعتبرك من الاهرام بالنسبه لي. شكرا 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 جزيلا. انا واحد من الناس الى جانب اخرين اللي حفروا اسم ديالهم في الذاكره ديال المغاربه.
بأعمال متواضعة أتمناها أن تكون ناجحة. أؤمن بما أقدم وأستحضر المتلقي وأنا أشتغل على الشخصيات التي أقدم، وكنحاول جاهدا أنني نكون صادق وأنا كنأدي واحد البرسوناج خدام عليه. فكها بخير ودائما غتبقى بخير طالما أنها الناس المسؤولين القنوات التلفزيونية ياخذوا بعين الاعتبار أنهم خصو يوفروا مجالات الاشتغال لجميع الناس وعلى قدم المساواة. كل شيء يشتغل، لا الكبير ولا الصغير، ولا اللي قطع تجارب كبيرة ودوز مسار كبير، ولا اللي في بداية المشوار. كنتمنى أن الناس اللي مسؤولين يحاولوا ما أمكن ينصفوا الناس اللي دوزوا يعني كتير في الميدان وما يغدوش الطرف عليهم وما يهمشوهم، هذا اللي كان. وما الفكاهة دائما بخير وغتبقى بخير لأنها هي مصدر سعادة ديال الناس. وأنا كنشوفوا إلا كنشوفوا الناس إلا كتقدم شي حاجة زوينة وكيستحسنوا الناس، هذا كله البلازير ديالك انت، هذا كل الفرحة ديالك أنك تشوف الناس فرحانة بما قدمت، لأن الخلاص الحقيقي هو هذاك. الفلوس كدير في الجيب، ولكن إلا شتي الناس ساتيسفي على داكشي اللي قدمتي كتفرح كتفرح وكتقول أنا غادي نقدم شي حاجة أخرى إن شاء الله. ونتمنى أننا نكون ديما عند حسن ظن الجميع، وأنا إن شاء الله غادي نستغل هاد الفرصة المجيء ديالي لباريس باش نصور حلقة ثانية ديال السلسلة الكوميدية التي تحمل اسم بونوارة. يا ربي نور ان شاء الله، يا ربي شكرا على الكلمه، يا ربي تنور علينا جميعا ان شاء الله. يعني باسمي وباسم يعني الجاليه المغربيه المقيمه هنا بباريس كنشكرك على الحضور ديالك، اولا لانك درت واحد العرض فني لان مشتاقين ليه، يعني المغاربه مشتاقين لانهم يشوفوا النجوم ديالهم كيجوا هنا كيقدموا عروض في المسارح ولا في القاعات. وكنتمنى انك تقول لنا واحد الكلمه لهاد الناس اللي جاوا يشوفوك واللي غادي يتابعوا هذا البرنامج. أولا شكرا لكل مغربي يحب بلده ومصالح مع ذاته وكيعرف بأنه مغربي ويعطي صورة حضارية على البلاد اللي جاي منها وبقى بصيلة معها. وما وجود هاد الناس في هاد الصالة إلا دليل قاطع على أن الناس ما تنصلات من جذورها وبقات محافظة على علاقتها وتراثها وعاداتها وتقاليدها. وكنتمناو دائما نكونوا عند حسن ظن الجميع، ونتمناو المغاربة دائما يبقوا كبار ويبقوا دائما في المصاف الأولى ويبقوا مشرفين أينما حلوا وارتحلوا. وشكرا ليك بزاف 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 بزاف. مرحبا، نقدر نختموا بشي نكتة نزيدوها في التالي؟ سيد كان خراز دوز سنوات في تخرازت، واحد النهار حيد من تخرازت ولا سمسار. النهار الاول في تاس مصارت جا واحد سيد قال لي بغيت شي بيت صغير على قدي، راه غير انا والمراه ما عندي لا ولاد لا والو. مشى وراه البيت، خادم عنده التمصيره ديالو وجا للدار. العشيه في الحانوت تاجا السيد مول اللي كرالي قال لي الله يخليك البيت اللي عطيتيني راه ضيق شويه، قال لي عاسير فيه وجي راه يوزع. قال لي دير لي القلب.